لحد الآن في 2021 نشهد للأسف واحدة من أسوأ البدايات لسوق ألعاب الفيديو من سنوات طويلة، غياب كبير للإصدارات القوية وتأجيلات بالجملة وغموض كبير لخطط أكبر الشركات. جائحة كورونا أكيد خلف الأثر السلبي الكبير على صناعة ألعاب الفيديو، ورغم أن الأثر الحقيقي بدنا نشوف نتائجه الآن، لكن بوادرة ظهرت من السنة الماضية. كل شيء بدأ في الربع الأول من السنة الماضية وتحديداً شهر مارس 2020. أول المصايب كانت أن إعلان عن تعجيل أهم عادة سنوية في صناعة الألعاب وهي معرض E3 الشهير. هذا الخبر كان صدمة مؤلمة جداً لشركات الألعاب، لأن معرض E3 يعتبر الفرصة السنوية الأمثل اللي يستعرضونه ويسوقون فيه ألعابهم القادمة. حدوث المعرض كان مستحيل، خصوصاً مع حظر التجول وإقفال الدول والتباعد الاجتماعي. الشركة المنظمة لمعرض E3 حاولت تنقذ المعرض بتحويله إلى نسخة رقمية، وتم رفض الاقتراح من أغلب شركات الألعاب الكبيرة. الشركات فضلت أنها تسوي بنفسها أحداث الرقمية الخاصة على ستايل نينتندو دايركت، وشفنا أحداث رقمية مختلفة من سوني ومايكروسوفت ويوبيسوفت وغيرهم من الشركات. E3 كان فقط البداية، لأن الشركات صارت غير قادرة على دعوة الإعلاميين لتجربة ألعابهم. الخطة التسويقية تبعثرت بالكامل، لكن الأثر الأكبر ضرراً هو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن صعوبة تطوير الألعاب تحت ظروف الحجر الصحي. الموظفين صاروا ما يقدرون يدومون في مكاتبهم، وبدت عملية العمل من المنزل. تعطل عجلة التطوير أثر على تواريخ إصدار مواعيد ألعاب كثيرة منتظرة، وبدأت تظهر ملامح التأجيلات المتوقعة. بعض الألعاب تعرضت لعمليات تأجيل بسيطة مثل The Last of Us 2 اللي تم تأجيل إصدارها من شهر مايو إلى شهر يونيو، وأيضاً لعبة شبح تسوشيما اللي تم تأجيلها من شهر يونيو إلى شهر يوليو. في المقابل عندنا ألعاب تم تأجيلها أكثر من مرة مثل لعبة سايبر بانك 2077، واللي تعتبر أسوأ المشاريع حظاً في ظل هذه الظروف. ورغم تأجيلاتها المتعددة ظهرت في النهاية بشكل أقل من المتوقع، خصوصاً على أجهزة الجيل الماضي. بعض الألعاب حصلت على تأجيلات طويلة بحيث تم نقل موعد إصدارها من عام 2020 إلى عام 2021، ومن الأمثلة لعبة ديث لوب واللي كانت بتصدر في الربع الثالث من 2020 وتكون أحد ألعاب الإطلاق لجهاز البلايستيشن 5، لكن بسبب الجائحة تم تأجيلها إلى شهر مايو 2021. بعض الألعاب اللي كان من المتوقع أنها تصدر بين 2020 و2021 اختفت من الخارطة تماماً وكأنها لم تكن. واحد أهم الأمثلة اللعبة المنتظرة Elden Ring من المطور الشهير From Software. هذا الفريق أصدر آخر لعبة له في عام 2019 وهي لعبة سيكرو، يعني قبل سنتين تقريباً، ومباشرة بعد إصدارها بثلاث أشهر تم كشف لعبتهم التالية وهي Elden Ring في معرض E3 2019، وتحديداً في مؤتمر مايكروسوفت بعرض تشويقي. الآن مر ما يقارب سنتين على كشف العرض التشويقي، ومن يومها ما حصلنا على أي شيء جديد يخص اللعبة، رغم أن الفريق معروف عنه في سرعة التطوير وأنه يصدر ألعابه خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. الجائحة فعلاً لعبت بجدولهم لعب، والآن الكل يتساءل عن مصير اللعبة. لعبة أخرى اختفت عن الأنظار وهي Tales of Arise، واللي أيضاً تم الكشف عنها في معرض E3 2019. اللعبة كان من مخطط إصدارها في 2020 قبل ما تحصل على أي تأجيل إلى موعد غير محدد، وإحنا الآن في نهاية الربع الأول من 2021 ولا في أي أخبار جديدة عنها، باستثناء تصريح لمخرجها في نهاية 2020 يوعد أن اللعبة بتكون بجودة عالية وترضي الجمهور الياباني والعالمي في نفس الوقت. طبعاً هذه التأجيلات تم إقرارها من المطورين والناشرين بناء على اللي يمرون فيه من صعوبات في العمل مع ظروف الجائحة، لكن في المقابل في شركات أجلت ألعابها بسبب ردة فعل الجمهور عليها، ويمكن أبرز مثال لهذه الحالة هي لعبة هيلو إنفينيتي. هذه اللعبة كان من المقرر تكون لعبة ستار لجهاز مايكروسوفت الجديد الإكس بوكس سيريس إكس، وكان مبني عليها توقعات وأمال كبيرة جدا من اللاعبين. الصدمة كانت في حدث مايكروسوفت الرقمي، بحيث تم لأول مرة استعراض اللعبة بفيديو لنظام اللعب من داخلها. للأسف رسوم اللعبة كانت محبطة جدا ولا يبين عليها أنها لعبة الجيل الجديد، مع أن الأداء فيها كان ممتاز واستعرض أسلوب العالم المفتوح اللي أضافه في السلسلة، إلا أن الناس تركيزها كان على رسوم اللعبة وبدأوا يطلقون الميمات والسخرية عليهم، وحتى شركات عالمية مثل دومينوز بيتزا سخرت منهم في حسابها عن طريق تغريدة. طبعا مايكروسوفت حست بغضب الجمهور وأطلقوا تصريح ينص على أن اللعبة اللي استعرضوها كانت من نسخة في المراحل الأولية من التطوير، وللأسف هذا التبرير عكس توقعات مايكروسوفت ما مشى مع الجمهور اللي صب جام غضبه عليهم. مايكروسوفت اعترفت أخيرا بالأمر الواقع
وبعدها بفترة أطلقوا تصريح رسمي أن اللعبة تم تأجيلها لخريف 2021 وما راح تكون لعبة إطلاق لجهاز الإكس بوكس سيريس إكس. ورغم شح الألعاب إلا أن إطلاق جهاز مايكروسوفت مر بشكل إيجابي للشركة ونفذت الشحنات من الأسواق، خصوصا مع تفاؤل كبير بالمستقبل بعد إعلان مايكروسوفت الاستحواذ على شركة بثيستا العالمية اللي كان صدمة لصناعة الألعاب بأجمعها. طبعا للأسف لحد الآن لا يوجد أي موعد إصدار رسمي للعبة هيلو إنفينيتي، ولو أن بعض التقارير تقول أن تأجيل اللعبة بيكون لعام كامل بحيث تصدر في نوفمبر 2021. المشكلة الحقيقية لمايكروسوفت أن جمهورها لا يزال ينتظر لعبة حصرية تشفي غليل الجيل الجديد، خصوصاً مع ظهور لعبة ميديوم بشكل أقل من المأمول رغم تأجيل موعد إصدارها. المنافس الرئيسي لمايكروسوفت وهو سوني قدروا يصدرون عدة ألعاب حصرية مع إطلاق جهازهم بلاي ستيشن 5، لكن الجائحة أيضاً وضعت بصمتها على خطط سوني بشكل كبير. مثلاً تأجيل لعبة Destruction All Stars اللي كانت لعبة إطلاق وتأجلت 3 أشهر وأصبحت مجانية لتلطيف ردة فعل الجمهور، وألعاب أخرى كانت موعودة في نافذة الإصدار يعني أول 3 شهور بعد إصدار الجهاز مثل راشت أند كلانك الجديدة واللي فجأة تأجلت إلى شهر يونيو 2021. التأثير السلبي للظروف الحالية طال سوق الألعاب حتى خارج مسألة التطوير، بحيث جائحة كورونا أيضاً أثرت على الرياضة الإلكترونية الإي سبورتس بشكل سلبي وتم تأجيل وإلغاء الكثير من البطولات الرياضية، فبعضهم تم تحويلها إلى بطولة رقمية عن بعد، وهنا أتت المشكلة اللاج لأن البطولات هذه كانت تتم في قاعة واحدة يكون متواجد اللاعبين فيها ويضمنون أن ما في أي لاج بينهم، عشان كذا مو كل البطولات حولت إلى رقمية، بعضهم ألغوا البطولة بالكامل. طبعا هذا يسبب مشاكل لأن البطولات الإي سبورتس يكون فيها رعاة للحدث وانضروا الرعاة من إلغاء البطولة. مثلا بطولة أوفرواتش 2020 كانوا مخططين أنهم يسفرون اللاعبين لبلدان مختلفة يتحدون فيها خصومهم وبالتالي يضمنون عدم وجود اللاج في البطولة، وأيضا تكون دعاية كبيرة للرعاة حول العالم، لكن اللي صار أنهم ألغوا السفر وغيروا تواريخ البطولة وعفسوا الجدول كله وحولوا البطولة إلى أونلاين وغيروا ترتيب الفرق، وبعضهم أرغموا أنهم يوقفون الدوريات الحالية ويشاركون في البطولة. طبعا قرارات ثانية أدت إلى تقليص كبير في عدد الفرق والبطولة نفسها. وفي أيضا محلات تجارية تأثرت من الجائحة، فمثلا سيجا أيضا كان عندها محلات أركيد في اليابان وفي أكاهيبارا وهو يعتبر أشهر محل أركيد سيجا كان يعرف باسم بيلدينج 2، وبسبب الجائحة اضطرت سيجا للأسف أن تغلق المحل إلى الأبد من بعد استمراريته لمدة 17 سنة. كانوا الجماهير غير راضين عن هذا القرار وأبدوا أسفهم وحزنهم في تجمهر عند المحل في آخر أيامه، وحتى طاقم العمل خرجوا لتحيتهم لأن سيجا أركيد بيلدن 2 يعتبر من أكثر المعالم المعروفة في أكاهيبارا. المشكلة الأكبر أن 2021 حصلت على واحدة من أسوأ بدايات سنوات الألعاب في العقود الأخيرة، ولحد الآن مستقبل هذه السنة مش واضح أبدا. من ناحية المعارض تم الإعلان عن نسخة رقمية من معرض إيثري الشهير، لكن لحد الآن ما نعرف من بيشارك فيه أو إيش محتواه، خصوصا أن المعرض فقط كثير من هيبته بعد انسحاب سوني منه قبل سنتين. نينتندو لأول مرة قبل كم يوم بثت حلقة نينتندو دايركت كاملة وبعض الجماهير شافت منها حلقة محبطة ومش قد تطلعات انتظار سنتين، خصوصا أن ألعاب معلنة من زمن طويل ما كان لها أي ظهور في الحلقة مثل زلدا بريث أوف ذا وايلد 2 وميترويد برايم 4 وبايونيتا 3 وغيرهم الكثير. وفي إشاعات تقول أن مايكروسوفت أنها تستعد لحدث رقمي خاص بالتعاون مع استحواذهم الجديد بثيستا، وأكيد أنه صار بينهم في محتوى قوي، لكن هل بيكون شيء من هذا المحتوى مخطط للسنة الحالية 2021؟ هل بيرضي جمهور مايكروسوفت موسم ألعاب كامل بالحصول على لعبة مؤجلة فقط وهي هيلو إنفينيتي، واللي ما ندري للحين هل بتظهر بشكل مرضي في آخر الأمر؟ سوني في المقابل عندها لعبة راشت أند كلانك في منتصف العام، لكن إيش عن نهاية العام؟ هل ظروف التطوير الحالية بتسمح لهم يكملون العمل على هورايزن جديدة؟ وهل فعلا بتصدر هذه السنة كما وعدوا سابقا؟ أما شركات الطرف الثالث من يوبيسوفت إلى EA فهي مش بعيدة عن هذه التحديات. الشركتين عندهم ألعاب مر عليها وقت طويل في عملية التطوير ولا زال الجمهور ينتظر إجابات واضحة بخصوصها، وتحديدا أشياء مثل باتل فيلد الجديدة وبياند جود أند إيفل 2 وأمير فارس اللي تأجلت بشكل مشابه إلى وقائع كشف هيلو، بحيث انتقدها الجمهور بشكل قاسي بناء على المظهر اللي ظهرت فيه. وما ننسى سوق الهاردوير العالمي واللي أصاب بطء شديد في عملية التصنيع، ويمكن أكثر شيء يجي على البال كروت الجرافيكس خصوصاً من انفيديا واللي صارت تباع في السوق السوداء وأسعارها تفوق الخيال.
الشركة غير قادرة نهائياً على تلبية الطلب الكبير عليها. حالياً ما لنا الالتزام بالإجراءات الوقائية من التباعد والتطعيم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عننا هذه الجائحة بأقرب وقت، ويعود الانتعاش للاقتصاد العالمي وخصوصاً سوق ألعاب الفيديو اللي تأثر بشكل مؤلم للاعبين، وفي توقيت سيء خصوصاً مع حماس إطلاق أجهزة الجيل الجديد. ميدي المستقبل إيش راح يخبي لنا؟ يعطيك معفي المتابعة ومع السلامة.